بالتالي قرار صحيح يعني. ابو وعد انت تعرف يعني مساله التهديف او مساله التسجيل هذه التوفيق يعني. ايوه وقف مع هذا صحيح، لكن انا اقول لك انت حصلت فرص يفترض انهم يسجلوا. لعبه خشنه هذه. وقف مع هذا. عندك سالم تفضل سالم. وقف مع هذه اللعبه. شوف الاندفاع الحين اللاعب صحمي بيلعب الكرة لانه نازل ورقد على الكرة مباشرة. بالعكس بس شوف 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 اسامة وين؟ ها؟ شوف اسامة رجله وين راحت؟ الكرة بعيد وراحت مباشرة على رجل اللاعب. انا اقل تقدير كرت اصفر. انذار. اولا ان الاكسس فورس او القوة الزايدة هذه من اللاعب وهو مندفع بهذا الجسم يعني ايضا ما في تكافؤ. ايضا هذا منظور يعني. فانت لما تنظر اللاعب نازل ونزلته تشير على انه بيلعب الكوره، ما نازل للاعب لاعب صحم انه وجهه لوين ورجله لوين ورايحه، تلعب الكوره قبل اللاعب. بينما الثاني شوف رجله وين راحت مباشره على رجل اللاعب وايضا اصيب اللاعب. فبالتالي هنا ما في مجال الا ان نشر اقل شيء البطاقه الصفراء، هذا اكسس فورس وتهور من اللاعب. اذا اعطاه انذار احمر والله تقدير ربما يكون. لا ما إذا, اذا 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 اللعبه هذه استمدت فيما بعد استمرت الى مكان في المكان القاتل بالنسبه للاعب. احنا اذكر هذه نفس اللعبه اللي كانت امام فوزي في هلال سعيد امام منتخبنا في افتتاح كاس الخليج. ايه نفس اللعبه بالذات انطرد فيها اللاعب اوضح سالم. شوف شوف سالم رك شوف لاعب صحم وين، شوف الثاني وين رايح، ما في مجال للكره، الكره وين رايح هني عنه، فكان بيغير اتجاهه وجهه وين رايح، هذا رايح للكره شوف رجله وين. واذا اصيب اللاعب والله مشكلة هذه. انا هم تقدير الحكام غير، انا اعتقد هم الاثنين داخلين على الكره بتهور، ما حد قاصد يأذي الثاني اتوقع، بس بخشونه زايده يعني شوف ما اعرف ما اريد اتدخل سالم لك لك لا الخشونه الزايده هذه في التفسير هي هم دخلوا بشكل متهور. أوكي. على الكره انا متفق مع رايك. أيوة. واحترمه، الا ان انت شوف ايضا اتجاه اللاعب وين رايح، اتجاه لاعب صحمه وين رايح؟ لا هو صحم راح على الكرة. أه؟ حتى اسامه لا اسامه ما رايح، شوف اتجاه وين الكرة وين وجهه. ها أه؟ ركز معي بس وين يعني وجه اللاعب وين الكرة، ما في مجال ان احنا كور صد هناك والكرة هني، لانه هو على اعتبار انه لاعب صحم نازل على الكرة قبل ان ينزل. ممكن ايوه ممكن. على اعتبار انه لاعب صحم نازل على الكرة قبل ان ينزل قبل يشيلها. نعم وهذا يعني مباشرة وجهه حتى اتجاه مركز على وين والكرة هنا ما لقيت ما عنده قدام اسامة. اقول لك ما شاء الله عليه. فهذاك هذاك الى المنطق يعني ما اتوقع اني اروح خاشم. لكن الحمد لله انا ما صارت فيه اصابه. الحمد لله الاثنين ما اصابوا. الاثنين ما اصابوا يعني. لا اصيب اللاعب هذاك بس يعني شوف لاعب صحم ايضا وايضا الرجل لاعب صحم ترى صارت في بس لا اسلفت لان بنية اسامة. هل تتوقع ان هذاك بيروح خاشم اسامة؟ تتوقع شيء لكن اللي صار لا لا يصيب. شوف احيانا شوف الرجل الثاني شوف الرجل شوف الرجل اليمنى اللي لاعب صحن وين راح. العود العود انت داخل الملعب ما تجلس تقول هذا.